فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. هذا شعار الآن، وللأسف يعني يستعملونه، ليس في ليبيا فقط، هذا شعار يرضي كل أعداء الله ويرضي الصهاينة ويرضي كل المتآمرين على الانتفاضات العربية والثورات الليبية التي انتفضت لاسترداد كرامتها وحقوقها. كل من يريد أن يفعل شيء من المقاومة انتصار لوطنه ولكرامته ولحريته، على طول يجد هذا الشعار له بالمرصاد، وترسى عليه الحمم والطائرات والسلاح من كل جهة، من الشرق ومن الغرب ومن الداخل ومن الخارج، والضوء الأخضر يعطى لكل من يفعل هذا الشعار. دمرت به اليمن وسوريا والعراق ومصر، ودمرت به بنغازي، وهجر أهلها، وارتكبت الجرائم الكثيرة باسم مكافحة الإرهاب في يعني في درنة وفي جدابية وفي يعني بنغازي.